علوة زي ما كلم صبري وكلم كريم عبد الحق، انت مش ماضي عقود مع الزمالك. لا يا كابتن مش ماضي. هل ده قلقك، عامل لك قلق، ولا الدنيا بالنسبه لك برضه انا موجود في الزمالك لغايه ما الزمالك زمال كريم يقول لي شكرا؟ لا يا كابتن، هو على طول كان بيكون في كلام ان انا ان شاء الله ببقى همضي وببقى الخطوه بتبقى جايه، بس ما بيحصلش نصيب. دي طبعا حاجه من عند ربنا، والحمد لله يعني الواحد موجود لاخر نفس في النادي، يعني ان شاء الله بيحاول وبيموت نفسه على كل فرصه بتجيله، زي ما حضرتك كنت بتقول البي تيم اللي كان موجود وما زال موجود. يعني الواحد بيطلع كل اللي عنده، الراجل جه بيجي يتفرج علينا، الراجل الاجنبي بيجي يتفرج علينا. الماتش اللي فات كان عندنا ماتش دمياط، الراجل الاجنبي جه يتفرج علينا. الحمد لله الواحد قدم مستوى كويس يعني، والواحد بيموت نفسه على كل فرصه يعني، ان شاء الله عشان يكون قصة موجود العقد هنا. دي مش شغلك دلوقتي قد ما رأي الراجل طبعا والجهاز الفني طبعا يا كابتن. في أدائك، مهم جدا الفترة اللي جاية، لأن ممكن جدا تبقى في الفريق الأول في لحظة. ايوه طبعا يا كابتن، هي ممكن كلمه من الراجل، او يعني ان شاء الله لما يكون مستواي كويس او يعجب الراجل يعني على طول ممكن يقول لك مثلا لا ده يكون معايا، يتعمل له عقد على طول. فحته العادي مش قلقاني دلوقتي على قد ما كنا نظهر بمستوى كويس. عدم وجود لعيبه كتير في المكان ده، يعني عندك مثلا النهارده دونجا، سيسي، رؤى، مين تاني؟ اعتقد هم دول بس اللي موجودين اه في المركز الديفندر ده، مديك امل ان انت مثلا من الممكن جدا تكون في الفريق الاول قريبا ان شاء الله، خاصه ان طارق حامد مش موجود، في لعيبه كتير برضو مشيت، فانت بتتكلم في الى حد ما المكان ده مش، او الزمالك محتاج حد في المكان ده. لا طبعا يا كابتن بيديني امل طبعا، الواحد بيموت نفسه على كل فرصه، لازم تتعب وتشتغل على كل فرصه بتجيلك، حتى مثلا لو انت يعني لازم تكون مهيئ نفسك نفسيا وجسديا، وزي ما قلت حضرتك اكل وشرب ونوم، التغذيه والكلام ده كله مهم قوي، مش تقدر تفيد نفسك طبعا في الملعب. وكمان دي فرصه كويسه قوي عشان الراجل كمان هو بيتفرج عليك، مش حد بيرشح، لا هو اللي عينيه بتبص يلاقيك كويس، ممكن تلاقي نفسك بتقول لك يلا تعالى موجود في التمرين. جاهز يعني، لو اه قال لازم تعالى جاهز. طبعا لازم اكون جاهز في اي وقت، الراجل يقول لك موجود في التمرين خلاص انا اكون جاهز، ادي اللي عليا وكل حاجه بتاعت ربنا. طبعا لو ربنا رايد ان انا اكون موجود هكون موجود، رايد في حته تانيه طبعا دي حاجه بتاعت ربنا يعني اكيد.